السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي اوفياء تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوع الرياضي. الاسبوع الرياضي وكالعاده سنحاول مع الضيوف الافاضل الغوص في اشكاليه، مناقشه قضيه والحديث عن ملف من الملفات المطروحه على انظار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والهيئات التابعة لها. في حلقة اليوم سنتوقف عند قضية مثيرة للجدل، الأمر يتعلق بتزوير أعمار اللاعبين في بعض أندية بطولة الهواة. أيضا سنحاول مع الضيوف الكرام البحث عن أسباب هذه الظاهرة، مضاعفاتها، مسبباتها، ومحاولة القطع مع هذه السلوكات التي نرفضها في كرتنا والتي تتعارض مع قيم الرياضة. لمناقشة هذا الموضوع معي في بلاطو تيليماروك ضيوف لهم إلمام، لهم صلة ولهم معرفة بهذه القضية. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك معنا لأول مرة بلاطو تيليماروك سي زميل ديالنا وصديق ديالنا محا أفرني، الصحفي الرياضي والمحلل المختص في شؤون الهواة. تحية لك سي حسن، تحية للدار الكرام، وتحية للإطارين العزيزين اللي تلقيت بهم أكثر من مناسبة في الملاعب الرياضية، ولأول مرة نتلقى بهم داخل هذا الاستديو، تحياتي لهم. معنا أحمد سليلي الإطار الوطني العائد مؤخرا من تجربة من المغرب العميق ميسور. مرحبا بك سي حسن، سعيد بتواجدي معك، تحية لك وتحية للمتتبعات ومتتبعي تيليماروك. سعيد بتواجدي مع سي محمد فرني ومع الصديق والزميل والأخ فخر الدين بيري. سي فخر الدين ميري الإطار الوطني ومدرب فتح سباتة بأندية القسم الاول هوات، مرحبا بك معنا لاول مره بلاطو تيليماروك. تحيه طيبه لك السي حسن، العائله والدار الكرام، ونتوقع ان شاء الله الرحمن الرحيم ان نكونوا خفاف عليهم في هذه الجلسه، ونكونوا ان شاء الله نخرجوا باستفاده وافكار اللي هي غادي تنور الراي العام ان شاء الله. ان شاء الله. البدايه بقضيه تقليص اعمار اللاعبين، تقليص الاعمار او ما يسمى في بعض الدول العربيه بالتسنين، هذه الظاهرة بين الرفض والقبول. قبل ما نبدأ النقاش مع الضيوف الكرام في هذه النقطة، نمشي جميع ونشوفوا تقرير في الموضوع ثم نواصل الحديث. يسعى المؤطرون الساهرون على الفئات العمرية الصغرى إلى تكريس روح المنافسة ومحاربة أي نوع من أنواع التفوق المزور. صحيح أن العديد من اللاعبين الناشئين يحلمون بمكاسب تحملهم إلى منصات نجومية، لكن البعض يحاول اختزال المسافات والسعي إلى مجد مزور بوسائل غير رياضية ومنافية لكل الاعتبارات الأخلاقية الرياضية التي تركز على المنافسة الشريفة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بلاعبين لازالوا يتعلمون من أصحاب الخبرة، ومن المفترض أن يسيروا على دروب الصدق والأخلاق الحميدة ليكونوا بحق بناة المستقبل لكرة القدم المغربية. تحصين الفئات الصغرى ضد تزوير الأعمار يبدأ من الفئات الصغرى، وهو رهان الجميع بدءا بأولياء أمور الأطفال واليافعين والمؤطرين والإداريين، فضلا عن دور المدرسة في تكريس مبدأ المنافسة، لأن من يغش في ورقة الامتحان لا يتردد في الغش فوق أرضية الميدان. سي محا، تقليص الاعمار ديال اللاعبين كنا كنعرفوه حنا في لي كاتيجوري في الصغار، كنا كنقولوا هذا لاج ماشي هو داك لاج ديالو كاين، ولكن الان ولات واحد المذكره كتقول لك ها اللي غيلعبوا في هذه الفئه وها اللي غيلعبوا في هذه الفئه، وهادو ديال التروازيام هما لاج ديالهم اللي بغينا، ولات مفروضه، ولات جزء من قوانين اللعبه. حيت قبل اش كنا كنشوف كيقول لك هاد اللعاب راه ملاعبينو مينيم هو لاج، راه ماشي لاج ديالو. راه كتعرف سي فخر الدين السليلي في الفئات الصغرى ديال عصبه الشاويه راه كان داكشي كانت قاعده استثناء، هو راه كل واحد لاعب بالسن ديالو. كيفاش كتشوف هاد سي حسن؟ اولا بالنسبه للفئات الصغرى
اللاعب اللي هو باقي صغير ما تتكونش عنده البطاقة التعريف الوطنية باش نشوفوا الصورة ديالو نحددوها مع السن. تيمكن أن عقد الزياد يمكن الجيب ديال الأخ ديالو أو لا شي واحد قريب ليه تيحمل نفس الاسم. الآن سي حسان الجامعة جابت واحد القانون صدقت عليه في الجمع العام الأخير ديالها وخرج قرار في أبريل الأخير، ولما وصل عند العصبة الوطنية لكرة القدم هو طبقته نهار 4 غشت الأخير، بمعنى يمكن المغرب يدخل واحد تجربة جديدة خصوصا في كرة القدم الهاوية. نشوفوا هذا القانون اللي جابته الجامعة هل يصلح لكرة القدم الهاوية أم لا يصلح؟ إذا كان في خدمة كرة القدم بشكل عام نحن معه. ولكن الجامعة لم تحدد واحد الفترة زمنية لقياس مدى نجاح التجربة ولا لا؟ قالت لك راه صافي هادشي غتلعبوا به، حيت هادشي اللي كتقول أنت كتقول راه واحد التجربة غادي نساليه ونديروا لها تقييم ونقول واش عطات ولا ما عطاتش، إلا ما عطاتش غنعاودوا نرجعوا للنظام السابق، ولكن والحال أن هذا القانون هو اللي ساري المفعول. لا سي حسن، لما تشعروا الأندية ديال الهواد، أنا اللي في علمي نادي واحد هو اللي دار اقتراح واحد فقط، الأندية ما دارتش اقتراحات. حتى ملي مشينا للجامعة الممثلين ديال الهواد اللي حاضرين في الجمع العام ما عرفتش شنو الدور ديالهم، واش أخذ الصور مع الأعضاء الجامعيين ومع رئيس الجامعة ولا حتى شي واحد فيهم ما عارض. إذا شكون هو اللي ممكن أنه غادي يعارض؟ وهذوك ولا على الأقل يناقش الفكرة. فحتى المسألة الثانية ديال عقد جمع عام بديك المناظرة المرئية تيصحب أنه واحد في مدينة معينة أنه يعطي الرأي ديالو كيف ما كان العال غادي نقبلوه. لحد الآن مازلنا ما عرفناش في إيجابيات أو سلبيات، لأن من قبل ما يكون القسم الوطني هوات كان القسم الأول هوات، لما جاء القسم الوطني هوات بالنسبة للقسم الوطني هوات ما فيهش إشكال. القسم الأول والثاني كانت الجامعة العصبة الوطنية لكرة القدم هوات محددة في الأعمار عندك 30 سنة فما فوق. الآن و 30 سنة فما فوق كان فيه تزوير ونذكروا جميع ما حصل. راه كان واحد النادي بلا ما نسميه كان جا عنده لاعب ومزور اسميتو، كانوا الرأي العام والرياضيين كيعرفوا بأنه راه لعب في الدوري الاحترافي الأول والثاني وأن هذاك العمر ديالو ماشي هو هذاك. لكن دست سنوات من بعد اكتشفنا في مدينة معينة أنه تما فين كاين تزوير وتم اعتقال هذوك الناس اللي هما كانوا في داك الشيء مقابلين داك الشيء ديال الحالة المدنية. الآن احنا غادي ندخلوا ثاني تجربة جديدة اللي هي يمكن ناقشوها في هذا. واخا سي فخر الدين، الفرق ديال القسم الاول الهوات غير معنيه، القسم الممتاز ديال الهوات غير معنيه ياك سي فخر الدين؟ معنيه شنو؟ ولكن هذا ما كيعنيش اننا نعرفوا، كيمنعش اننا نعرفوا التقييم ديالك انت لهذه التجربه. التجربه ديال جيل السين ديال التسنين. السين انا لان كما نقدروا حنا اي حاجه نقيموها بالهدف. دابا الجامعه الهدف ديالها من التسنين باش نقدروا حنا نقيموا. انا بالنسبه لي ما مشروحاش، هما جاوا قنوا، لان لقيت ملي كتهضر انت على الهوات كتهضر على مشروحه. باش مشروحه؟ مشروحه داروا واحد الندوه ومناظره وداروا تقنيه زوم. الهدف منها شنو هي؟ الهدف بغاو يعرفوا الراي ديال الناس اللي كيشتغلوا في الهدف انهم سنوا. الهدف يسنوا ان يكون عندهم قاعده قال لك كبيره وواسعه من الشباب، ان لي U23 يكونوا كتار. ماشي مشكل. دابا انت عطيتيني واحد الفكره ديال انه ها علاش داروها، ولكن هذه المقومات ديال U23 والU25 واش انت وضعتي ليها المقومات ديالها باش تنجح؟ حيت المقومات ديالها اشنا هي؟ لان الناس اللي كتشتغل في الهواد كاين، دابا الا جينا نهضروا في الهواد كاين مدرب هاز 6 لعابه في الطوموبيل فين ما مشى كيديهم، فهمتيني؟ كاين عنده 10، كاين عنده بورتفوي. دابا لو بورتفوي جوار راه ماشي عيب. انا عندي واحد ما شاء الله، دابا عندي واحد 40 ولا 45 لاعب، دابا تقدر نعيط في التليفون يجيو، ولكن لاجل ما عنديش فيه اشكال. هذا من باب تكوين، ولكن انك انت
كدور بهذا الشيء ما خدامش. لهذا انت يا المقومات اشنو هو ولقيت ملي كتاتاكي انت واحد لاجي 23 سنه يعني هذا راه ما بقاش شاب، دخل بوست فورماسيون خرج منه من الجونيور ومشى للاسبوار ولكن قل سينيور. اش كدير ليه انت ديك الساعه؟ كتبقى اللي ما ناجحش اللي موصل السينيور كيجي عندك سواء في لي كاتيجوري ديال كاسبوار ولا في الفرق. انت خصك دير المؤطر ديالو انفورماسيون اللي تقدر ان تخوليه انه يقوم هذا اللعاب باش يقدر يعطيه لك موجود. انا بالنسبه لي ما كنطعنش انا في المؤطرين ولا نطعن في اي حد، غير هي نتايا واش انت درستي هذا الملف قبل ولا لا. وانا كنت من المؤيدين ديال هذا، هذه واحد 5 سنين 6 سنين خدمت في الهواد وقلت لهم فوالا ها اللي كاين اللي ما كنستافدوش من الناس اللي كتكبر. وثاني حاجه السؤال اللي عندي اللي كنعطي الناس اللي ما قابلينش، لقيت ملي غدير 30 31 32 33 سنه واش كنقول لهم الجامع؟ واش كاين شي حد دار الطوموبيل ودار الفيلا ودار الدار في الهوات ملي غيخرج 33 سنه اش من تكوين مهني غيدخل ليه؟ اش من تعطير غيدخل ليه؟ يعني غادي يمشي راس الدرب. يعني هناك واحد كتكون انت واحد اللاعب 28 29 30 31 34 كتو الا ما كانش عنده واحد المبدا انه دار فلوس ودار شي حاجه يعني كتكونوا الخراب ما كتاديش به انك لان لاج مشى 33 سنه. متفق معك ولكن حيت على اعتبار ان الهوات هي غير واحد لوبون واحد القنطره اللي كتديك هي اللي دايرينها دابا اللي بغاوها خصهم يوجدوا. ولكن واحد القضيه اخرى مع الناس ديال الجامعه غير تكلمت معهم وانا كان في اطار الاعداد لهذا البرنامج قلت له شنو هو كيما سولتيني انت شنو هي الحكمه من هذا الشيء؟ سولت انا مسؤول جامعي تسميه رفيع بين مزدوجتين قال لك رجعنا لهذوك الاعتداءات على الحكام في بطوله الهوات ولقينا كلهم ذوك اللي سارخين الحكام عندهم 30 والفوق احصائيات قالك نعطيوها لكم. اه ما لقيناش دري عنده 23 ضرب حكام. ما علينا هذا جانب اخر سي سليلي الاشكال كتطرح اكثر في الانديه اللي بعيده شويه في المغرب العميق ما كيلقاوش. انتم درتوا واحد المبادره ميسور انكم جيتوا الدار البيضاء وكنتوا درتوا واحد العمليه انتقاء هنا في الدار البيضاء ما تقدرش تلقى اللعابه بعدا ديال تا فايتين 30 ما تلقاهمش في ميسور لان ميسور ماشي الدار البيضاء. لما هذا اللاعب ما لعبش في هذه الفرقه يمشي لهذه الفرقه يمشي لهذه الفرقه في ميسور وفي مدن اخرى بعيده المعاناه ديال المسؤولين ديالها اكثر والمدربين ديالها اكثر باش يلقاو واحد النسبه كبيره ديال اللاعبين اللي عندهم هذا الشرف هذا. طبيعه الحال السؤال ديالك سي حسن في الصميم لانه المعاناه اللي عانينا مثلا في هذه المناطق النائيه او نقولوا المغرب العميق انه ذاك الممارسه القاعديه ما كايناش غائبه تماما لا على مستوى الفرق اللي كتنتمي للعصاب او اللي كتنتمي لاقسام الهوات او على فرق الاحياء. راه مشيت الاقليم اللي ما فيهش حتى فرق الاحياء مثلا ما كتمارش يعني حتى الا بغيتي تدور غير دوره وتشوف اللعابه هذاك التنقيب اللي كانوا تيديروه الناس عن الطريقه التقليديه ولا سمي ما تلقاهاش. اذا باش غادي تطعم انت الفريق ديالك بلاعبين وانت مجبر انك تجيب لاعبين بالمستوى ديالهم بالسن ديالهم اصغر ناهيك على انك ما تلقاش حتى فريق اللي تلعب معه مقابله وديه او تهيئيه في المنطقه. فهذاك هو اللي خلاني ناخذ مبادره شخصيه وبطبيعه الحال كانت استشاره وتنسيق مع المكتب وجينا خدينا ديك الفكره باننا نديروا الانتقاء الاول يكون في مدينه الدار البيضاء. طيب وصلنا الان للمحطه الثانيه ودائما في نفس الاطار في المحطه الثانيه سنتوقف عند شكايات على طاوله العصبه الوطنيه لكره القدم هوات وهي الشكايات التي ستعرض على لجنه الاخلاقيات. قبل ما نناقشوا هذه النقطة مع الضيوف الكرام نمشيو جميع مع الزميلة أسماء صلوان في شاشة تفاعلية ثم نواصل الحديث. مساء الخير. قسم الهوات أو قسم المظاليم عبارة أطلقت على هذا الدوري من أجل وصف المشاكل التي تتخبط فيها الفرق المنتمية للقسمية الأول والثاني من بطولة الهوات. فبعدما تمت المصادقة على قوانين جديدة من طرف الجامعة الملكية المغربية على مقترح تحديد سن الهوات والذي يمنع على كل فريق تسجيل أكثر من 4 لاعبين تفوق أعمارهم 25 سنة
بالقسم الأول وأربعة تفوق أعمارهم 23 سنة بالقسم الثاني، قرار لم تحترمه بعض الأندية وقامت بتزوير أعمار اللاعبين. توصلت الجامعة بأربع شكايات واعتراضين حول التزوير وعدم احترام قرار السن القانوني المسموح به في بطولة الهواة. مصادر إعلامية كشفت أن بعض الأندية قامت بعدة ممارسات غير قانونية، بحيث تم ضبط حالة أجنبية فوق عمره 30 سنة، بالإضافة إلى تأهيل اللاعبين بعقود قديمة. وقال جمال السنوسي رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم في تصريح صحفي أن العصبة توصلت فعلا بشكايات من أندية متضرراتهم والتزوير. وأوضح السنوسي أن العصبة بصدد إصدار دورية جديدة أكثر صرامة بخصوص تحديد الأعمار، مضيفا أنها لن تقبل أي عقد لاعب يفوق 25 سنة في حال استنفد نادي المقاعد الأربعة المخصصة له. وبالنسبة إلى القسم الأول والثاني هواة، وأضاف السنوسي أن بعض الرؤساء يصرون على التزوير وتحقير دوريات الجامعة من خلال اعتماد لاعبين تصل أعمارهم 30 سنة، متسائلا عن الجدوى من تحديد السن في بطولات العصب الجهوية إذا لم يتم احترامه. عودة الآن إلى استوديو الأسبوع الرياضي. شكرا اسماء. محا، سمعتي شفتي هاد الشاشه التفاعليه؟ كاين شكايات على طاوله العصبه، وهناك شكايات ستعرض على لجنه الاخلاقيات. كيفاش ديكلونشات هاد القضيه هذه؟ اولا سي حسن، لابد من نقول واحد النقطه، هو رد معايا البال، هو انه في الكاف عندنا التمثيلية في ستة ديال اللجان، وعندنا رئيس الجامعة الإفريقية والاتحاد الإفريقي كل خطرة جاي للمغرب، وإيفانتينو كل خطرة جاي للمغرب، وفي آخر وعندنا منتخبات اللي جاو على أساس أنه يلعبوا المباراة، في آخر المطاف نسمعوا أنه كاين تزوير في كرة القدم الهاوية. هادشي ترفضوه رفضا قاطعا، ولذلك فعلا كاينين شكايات. في البدايه اشنو وقع؟ هو كاين واحد القانون دابا، هو في الحاله تما الا بغيت دير واحد الاعتراض على لاعب خلص 5000 درهم. انا كنادي ما كاين ديك الساعه باقي ما كاينش الشطر الاول ديال المنحه، ما كاينش المنح ديال المجالس المنتخبه، 10 اللاعبين خصني 5 المليون، 5 المليون يمكن ادي بها بعض المستحقات العالقه بالذمه ديال الفريق. قالت الامور هكا. جات اول شكايه كانت ديال الاتحاد الفقيه بن صالح لما نهاز مع امال الصويره، دارت شكايه، ومن بعد تبعتها شكايه ديال نهضه مارتين امام الاتحاد بن طيب، ثم جاءت شكايات اخرى. انا ذاك شنو دار؟ شنو دارت الجامعه؟ قررت انه بدايه من اول دوره من المرحله ديال الاياب فقط غادي يكون في ورقه ديال التحكيم اربعه اللاعبين اللي عندهم فوق هذاك السن ديال 23 سنه بالنسبه للقسم الثاني هو، و25 سنه بالنسبه للقسم الاول هو. ثم من بعد جات انه دارت واحد اللجنه. لا دابا هذوك الماتشات الاولين ما يخسروهمش. لا بلاتي هاتي هنا دابا غير كاين قرار دابا غادي نبداو القرار. حيت قالوا غنبداو هادشي غنبداو من لا اولا كاين هاد الدوريه اللي جات اللي قلت لك غتبدا بدايه من الدوره الاولى من المرحله ديال الاياب. ثم جات واحد التعيينات واحد اللجنه فيها واحد من شباب الجنوب بوجدور، وفيها الرجاء الجديدي، وفيها واحد من لجنه القوانين والانظمه، وفيها ايضا عبد ربيه. اذا شنو قررنا؟ انه يوم الثلاثاء القادم غادي نفحصوا الملفات، والان كاين غادي نبداو 13 ملف ديال جميع الانديه الصاعده من القسم الثاني، من القسم الشرفي للقسم الثاني هو، ثم عاد غادي نمشيو للقسم الثاني، ثم غادي نمشيو للقسم الاول هو. الاشكال فين كاين؟ كاين في العقود، العقود ديال اللاعبين. انا ذاك لما نديروا واحد نفحصوا هذوك الملفات نديروا التقرير ديالنا نوضعوا عند العصبة الوطنية لكرة القدم هو، غتوجهوا للجنة الأخلاقية، ثم ستحيله فيما بعد لجنة القوانين والأنظمة، وهي اللي عندها الحق
أن تأخذ القرار فيما يتعلق بالمباريات السابقة هي اللي عندها الحق، أو تأخذ قرارات فيما يتعلق برؤساء الأندية، أو اللي تثبت الآن جميع الأندية كلها ما غاديش نبرؤها وما غاديش نتهموها بأن كاين تزوير في هذا. واخا سليلي، من يتحمل المسؤولية في نظرك؟ واش مسير، مدرب، العصبة؟ ما حتى واحد ما كيتعفى من المسؤوليه، لان المنظومه الكرويه راه فيها كلها. انت غير عندك لاعب غيقول لك انا لاج ديالي قل من 23 سنه، ياك غادي يجي عندك وغيجيب لك الوثائق اللي كتبت من بعد تبين ان هذاك اللاعب ماشي هو ذاك اللاعب اللي جا عندك، واحد اخر جاب لك وثائق ديال واحد اخر. انا تتكلم على مثلا تكلمت على نفسي كمدرب او كرجل تقني، ف إذا كنت عالم فأنا كتحمل المسؤولية، إذا ما كنتش كنعلم فإن الأمور الإدارية ما كتدخلش فيها، أنا كتدخل فيها كاين الإداري، كاين المكتب المسير ديال الفريق هو اللي تيتكلف، عاد قبل منهم كاينة وزارة الداخلية عن طريق السلطات، منين جابوا هذيك الليغاليزاسيون، منين جابوا لا سميتو، هذوك هما الناس المسؤولين الأولين. كاين الفرقة كاينة في كاين فريق في منطقة معينة ودار ديك المصادقة في مدينة أخرى معينة. هما الناس المسؤولين الأولين وهذوك هما اللي في الصف الأول. اما تيبقى المدرب هو الصف الاخر، لانه ما تكونش عالم بان ولدك اللاعب شحال لاج ديالو. هاد الاشكال سي فخر الدين، فرقه لعبات لالي وسالات وغاديه وغتقول لي راه دوك لالي ديالك كله خسرتيه، كاين تقدر دابا شوف دابا هاد الواقعه جديده علينا، دابا حنا البت فيها غيكون جديد ما يمكنش. انا نرجع غير للسؤال اللي طرحتي للسي احمد، هو الاشكال اللي كاين العقوبه ولا هذاك الخطا فين بدا وفين سالي، لان كتدخل فيه المقاطعه وكتدخل فيه الجامعه وكيدخل فيه المدرب وكتدخل فيه الرئيس والكاتب العام، تقدر توصل للجامعه، الناس اعضاء في الجامعه اللي هما كيديروا داكشي ديال لي ليسونس سو كيف هذا لو سيركوي كله. هذا يقدر يكون الا كان لاعب بوحدو هو قام بداكشي، كتولي داكشي عائله عنده داخل بوحدو منه الناس المقاطعه، دخلت الفرقه اللي هي دخلت في هذاك الاشكال كيدخلوا فيها الناس اللي داخلين في الاطار يا مدربي، لان المدرب في الهوات راه مسير خاصك تعرفها، الا ما درتيش تسير في الهوات راه ما تخدمش، خاصك تكون مسير وتكون مدرب وتكون عندك مع الطب وتكون عندك معك كثير من الاشياء البرمجه، لا لان مع كل شيء ما يمكنش خطاتها كنعيط على المحا كنسول، خاصك انت تسول ماشي تسناش رئيس ديالك، شحال من خطره عيطت لي سول شحال من حاله وعيط الحمد لله شحال من خطره. لهذا الاشكال اللي كاين هنا حنا اللي خصنا نطرحوه حنا بالنسبه لهاد السنين، حنايا كما قلت لك دابا بدا بالمشاكل، وهاد المشاكل هادي غادي تغلب عليها، ولكن كيبقى الهدف الاكبر هو ما الهدف من هاد السنين. راه ما كنطرو عند ديزافريكا هادو اللي كيجيو السنين، لا هادوك شوف هادو دابا خرج داك شوف دابا خرج لو براسلي وكيجيب لك ابروكسيماتيف بحال الشجره بحال بزاف الحوايج، خرج داك لو براسلي كيجيبو كيطيحو دابا داك الشيء قل فهمتيني، مي هما بوحدهم هذوك العالم ديالهم بوحدو، مي حنا هنا في المغرب التطوير غادي في واحد المسار، وهذا التطوير اللي غادي في المسار ديالو حنا بالنسبه لينا خصنا نواكبوه لاننا حنا عندنا الماده الخام. انا بحكم ديالي التجربه المتواضعه وسط من هذا الميدان هذا والتجربه البسيطه اللي دوزتها كلاعب هذه البلاد هذه وبالناس اللي فيها، راه فيها الكفاءه وفيها المعرفه وفيها كثير من الاشياء اللي تخولها ان تطور باش نحاربوا هادشي اللي فيها كفاءات واحد لا كملي كنهضروا على الكفاءه، لانك نتايا فين اسقيتي العشبه اللي سقيتيها شناهي، واش مضره ولا مزيانه، انت فين مشيتي؟ سي حسن غنتفق واحد المساله، القرارات اللي خداتها الجامعه في حق بعض الرؤساء ديال كره القدم النسويه وتوقف مدى الحياه. انا بغيت توقف مدى الحياه إلا كاين شي واحد تيزور حياته اليومية، لا على هادو ديال كرة القدم النسوية موقفين مدى الحياة في نظرك؟ رؤساء الأندية موقفين في نظرك؟ موقفين مدى الحياة؟ لا راه خدامين، لا وخدامين موقفين مدى، كيفاش غتوقف رئيس هو باقي خدام هو اللي كيمشي وكيجي ما ياخذش ما ياخذش المنحة، المنحة مالو غياخذها هو، راه كتاخذها الفرقة، ما كتجيش ولكن شكون اللي كيسين على التقرير المالي والأدبي؟ دار خوه هنا انا دخلنا في تزوير ثاني حتى واحد من هادو اللي موقفين في الجامعه ما موقف، انا كنقولها لك وسجل عليا يعني، انا كنتلاقى معاهم في الملاعب كيتفرجوا في فرقتهم كيعطيو التعليمات كيدو في الوراق ما كاينينش مزيان اذا على الجامعه ما عندها علاقه بهاد الناس يعني رسميا راه ما عندهمش علاقه، الا كانوا تيستغيروا بطريقه اخرى كنقول لك حنا الحكم
الحكم لا يصبح نهائيا الا بعد ان يستوفي جميع مراحله. مزال احنا راه مازال ما مشيناش الاستئناف. اي اذا واحد مازال ما مازال في الاستئناف بالنسبه لي راه باقي يسير. نزيدك نقطه اخرى درت واحد اتصال مع واحد العدد كبير من الرؤساء ديال العصاب الجهويه. انا غندوزو لفقره ثانيه. العصاب الجهويه ولا رئيس واحد كيأكد لي بان كاين عقود في القسم الشرفي. مزيان. فاذا بين عشيه وضحاها الانديه صعدوا وجاي معاهم واحد المجموعه ديال العقود. مزيان. ناقشوا هاد العقود. اذا كان العقد اللي مبرم ما بين النادي واللاعب نشوف واش عقد ديال اللاعب الهاوي. مزيان. الامر لا يهمك لا من قريب ولا من بعيد. طيب غنمشي معاك. مزيان. اللاعب الاحترافي ما كيدخلش شي كاش، كتدخلو عن طريق التحويلات البنكيه. اذا الا كان عندك من السنه الماضيه الله يجازيك بخير جيب لي الكشوفات البنكيه. شكرا شكرا. مازال غادي نعمقوا النقاش في تقليص الاعمار في البطولات الجهويه. وبهذا وصلنا لنهاية الشوط الأول من هذا اللقاء الحواري، سنواصل لكن بعد الفاصل. في المحطة الثالثة من هذا اللقاء الحواري اللي خصناه لظاهرة تزوير أعمار اللاعبين، سنتوقف عند إحدى بؤر تزوير أعمار اللاعبين. الأمر يتعلق بالعصب الجهوية. سي احمد انا غنرجع معك حيت باللي كنقولوا الهوات راه الريزيرفوار ديالها هي العصب الجهويه، هي التروازيام ديفيزيون اللي غادي يطلعوا ويمشيو للهوات. غنعطيك مثال ديال العصب ديالنا كيفاش دايره القرارات ديالها ديال التسنين. العصبه ديال الدار البيضاء الكبرى كتقول لك بالنسبه للتروازيام ديفيزيون خاص اللاعب اللي غادي يسيني ياك تكون عندك 23 ايفنت طرو قل من 23 عام، وكيعطيوك ثلاثة اللي قل من 28 عام. ثلاثة هذه عصبة الدار البيضاء. كتمشي العصبة اللي حداهم في الجناب ديالهم اللي هي العصبة ديال دكالة الشاوية كيقول لك 23 عام 25 لعاب أقل من 23 عام وخمسة اللعابة أقل من 30 عام. أنت وليتي فارق بين هادو وهادو، بين هادو راه جيرانهم. كتمشي لديال فاس، العصبة ديال فاس عندها نظام اخر كتقول لك فوق 30 جبتها 32 33 34 كيعطيوك ربعة، وكل وحدة دايرة ديالها. علاش ما كاينش توحيد مادام حنا غاديين في هادشي ديال الأعمار؟ دابا إلا بغيتي تلعب غير ماتش ميكال، فرقة ديال تروازيام ديفيزيون بغات تلعب ماتش ميكال مع فرقة من عصبه اخرى او بقات معاها في شي باراج راه بحال اخرى، لان ما كاينش تكافؤ الفرص. اش كيبان لك فهاد انا كتبان بانه كاينه واحد اش نقولوا الارتجاليه وكاينه عدم التنسيق ما بين العصب، لان كنعرفوا بان العصب كلها جهويه فهي منضوي تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والجامعه المغربيه لكره القدم، فهي عندها اداره تقنيه هي اللي كتعطي ديك التوصيات مادام حدات الاهداف ديال السنين او تقليص العامل السني، فهي عطات الاهداف ديالها، اذا خصو توحد على جميع العصب، ما كاين حتى شي فرق ما بين عصبه في الدار البيضاء وعصبه الدكاله الشاويه، لانه لا سميتو لا ديال فاس، لان كنا كنضاو في المملكه المغربيه موحده، اذا تيخصنا هذاك لو برودوي نقولوا او المنتوج الكروي اللي هو مثلا اللعاب اللي غادي نلعبوا عليه وبغيناه يوصل لاقسام الهوات ومن ثم يمشي يلعب في لو نيفو، فتنجيبوه اما تنوحدوا لهم الحد الاقصى اما كنوحدوا لهم عطيني الحد الادنى تنعطيو باش كيبقى داك تكافؤ الفرص. وما يمكنش لعاب فوق 30 عام يلعب في واحد العصبه وواحد قل من 25 عام ما يلعبش في هذيك العصبه هذه. اذا واش هذاك الدري الصغير يمشي يهاجر لديك الدين يمشي يلعب مثلا في هذاك القسم او لا شنو غادي يدير؟ هنا تنشوفوا حتى المصير الاجتماعي ديال اللاعب حتى هو تيخصو يتنظر ليه بواحد العين تنقولوا عادله. وهذا لان واحد النقطه عاوتاني بغيت نضيفها هو حتى الى واخا ما جابتهاش يمكن واقيلا الفرصه، إلا بغينا هاد اللعابه مثلا اللي فوق 25 عام وما غاديش يمارسوا على الاقل كنا نطالبوا بواحد قسم اخر يزداد باش يولي داك القسم الوطني ما يبقاش غير قسم وطني واحد، يولي جوج اقسام وطنيه واحد في الشمال واحد في الجنوب تقليص المسافات، وحتى تما تبقى الفرص في نيتروسيكلو هذوك لي جوور اللي غادي يمشيو فاتوا السن ديالهم يمشيو يلعبوا. بغيت نعطي الميري
فين غيمشيو هذوك اللعابه اللي فايتين؟ انت راه كتعرف اللعاب راه 28 عام راه الثروازيام ديفيزيون، راه كنا كنشوفوهم لعابه كبار، والهوات كنا كنشوفوهم كبار. دابا هذوك هذاك اللي عنده دابا 28 عام 29 عام 30 عام اش غيمشي يدير؟ دابا ولا بد من انك غادي كتضحي بواحد اللعب شي باش توصل شي شيء، ما يمكنش. شوف حسن، كاين بزاف الناس غتضحي بهم. لا ما شوف حسن، دابا باش نكونوا حنا واقعيين، حنا ما كنقولوش هذا مزيان ولا هذا خيب، مي كنقولوا بلي ان كما شوف الا خرجنا من اوبجيكتيف من هدف مسطر غادي نوصلوا ليه وعنده التبعات ديالو اللي هي سلبيه، ها هي وغادي نلقاو ليه. علاش كنقول لك انا راه الوقيت ملي كنجيو حنايا كنمشيو للعبات، العبات اشنا هو؟ هو انك تمشي تدخل وانت بحال دابا هاد المشاكل اللي جاريه دابا راه نورمالمون في القانون ديالها. محافرني ولا ناس اللي هما شوف غنقولوا نهضروا في واحد القضيه اللي هي صعيبه ونقدروا نتوشوا شي، هذا محافرني. كنقول لك اي واحد كيبغي راه كيعيط لي، راه التليفون ديالو ما كيهداش. راه شوف راه العروق راه ولا بد كتوصل الدم اي عرق الا لا سالت الروح. الاشكال اللي كان عندنا هو اننا حنا جينا نضرنا وحطينا قانون بدون اننا ما نوضعوا الارضيه ديالو. الارضيه ديالو هو اننا ناخذ الافكار مع الناس، اش غادي يقدر يخون لينا هذا في غيدير في هذا لاج هذا كان كون جبتي مع بوحه وجبتي مع الناس اللي هما يقول لك اش كيجرى من الاصاب. غادي تقدر تاخذ قرارات، تاخذ هذا العام ولا العام الجاي ولا دير لنا بلاتفورم باش انك دير اون باس ساس. الله يجازيك بخير، راه انت اهل، راه ماشي راه المعرفه ديال في كره القدم راه كبيره، وهادشي اللي دخلتي لي دابا انت شوفي نزلتي نزلتي انك كتقلب على لو ديطاي. علاش؟ حيت بغيتي تعرف الحقيقه. وانت دابا شوف الشخص، لا حيت هاد القضيه ديال اشراك، انا دابا اشراك الناس اللي في الدومين قليله عندنا، راه حتى المدرب راه هادشي شوف اللي كتعطيه الفرصه الوحيده راه واش دابا حتى هي راه ما تشاركش. انا دابا كنقول لك شوف علاش قلت لك شوف الاشكال، بعض المرات غير كيجي مهندس كيبني التيران وتيستشر مع الاخر اختصاص تيدير الملف الشرفي من لهيه والباب باش تفوج للتيران هذاك اللي غادي يجيبو مثلا في في الميسا الشرفي باش غتجيب؟ غتجيب ناس سلطه عامل تجيب ناس وانت غادي تطلع ياك في المستوى. ولا بغيتي يدخل يولج للملعب ما ديرش، خاصو يمشي يجيب الدوره من ورا التيران وعاود يدخل من واحد. دابا الاشكال قلت لك راه بينيه، هذا غير مثال بسيط. ما عندكم في الميسا؟ حنا عندنا ميسور زوين. الاشكال اللي قلت لك سي حسن خصنا نرجعوا ليه، هو اشكال بنيوي. راه كاين ناس تعطي افكار، راه سي حسن انا كنعرفك كنقرا لك عرفتي شحال راه سنين، ولكن الاشكال اللي عندنا حنايا راه ما كنرجعوش لهذوك الاعمده، راه ما كنرجعوش ليهم. خصنا نرجعوا لاشياء كثيره، لا ديال سي محا لا ديالك في الجورنال خطر كيصيفط راه داك الشيء راه نستافدوا منه. راه ما يمكنش انت تجي وتكوبطي ودير فكره بوحدك. انا الاشكال اللي عندي كما قلت لك راه خصنا نرجعوا ونعاودوا نحطوا هذا الشيء ونعاودوا نقنوه ونديروا ونجيبوا الناس ديال الناس ديال الدومين هما اللي يتكلموا معاهم. يمكن حتى الا كان مثلا جرى اللي جرى وتصدر القرار وحنا مشينا فيه كاطور تقنيه ماشي مشكل، ولكن تيخص في نهايه الموسم يتعطى واحد البيلون نعرفوا فين وصل هاد القرار هذا. واحد جوج نقاط بعجاله تسنيتي نهايه الموسم راه الله عطاه نهايه الموسم. شوف شوف ندير قراءه ونحاكم هذيك التجربه ونجمع الناس وقبل دابا ها هما لاعبين غاديين، خص يكونوا عندي الاراء. انا كعصبه احترافيه تكون عندي بنك المعلومات، اسيدي راه لقينا هذوك الناس اللي كيمارسوا العنف على الحكام، لقينا في 33 حاله لقينا 30 عندهم بلس 3. غادي مشيتي لهذا الجانب مثلا وغنمشي لجانب اخر، راه حنا سمعنا المدربين كيقول لك راه كما قال فخرتين قال لك اعطيني هذا اللاعب اللي دار من الاحتراف المستقبل ديالو ما كاينش. المستقبل ما كديروش من الاحتراف، من الهوات. من الهوات المستقبل كديروا الا درتي من الاحتراف ان بون الهوات سليت. تقدر تجي تقدر ملي فينا هو مثلا غير الدراري الصغار مثلا في المناطق النائيه فينا هم فين انا اشكال اخر ما كاينينش ما تيلعبوش الفئات العمريه ما كاينينش. كاينين فرق اللي كتلقى مثلا في المنطقه كتلقى مثلا فريق في القسم الهوات، كاين المنطقه اللي جايرين بها ما كاينش فرق في الهوات كلهم في العصب وهذوك العصب ما عندهمش الفئات العمريه. اذا انت من غادي تجيب الدري لو جو من غتجيبو هذا 23 عام غتجيب وزائد كاع المواضيع كاع اللي لقينا حنا تقنيه كاع مثلا اللي نقولها غير تجربتي انا جبت لاعبين مثلا كي يلعبوا مثلا في فرق الامل مثلا في قسم وطني الثاني مثلا الاحتراف ولكن ملي جيت نشوف اللعابه ما حنا غندخلوا عاوتاني في التكوين ديالهم. يمكن الدري اول مره غادي يركب في الحافله، اول مره غادي يدي بلاصه يعني ولا كي يعني شي حوايج اللي طقوس جديده عليه. طقوس جديده عليه شكون اللي غيعطيك دري ديال 21 عام 20 عام كاين اللي ما يعطيهش لك غادي تمشي في حافله ما تعرفش شنو هو التركيز
ما تيعرفش شنو هو، كاين شي حوايج ما تيعرفهمش، هذيك الطقوس ديال التنقل وتعاود ترجع ما عندوش. انا غير واحد بعجاله واحد النقطه تطرقتي ليها ديال العصر الجهوي، كل عصبه دايره قانون ديالها مزيان خصك واحد بعد هذا. حنا الان وهاد الفرق غدا يتلاقاو في القسم الثاني هو انا نقول لك دابا بداو الادوار ديال الاقصائيات التمهيديه ديال كاس العرش، غدا ولا بعد غدا غيتلقاو الدور التمهيدي الثاني ولا الثالث، هادو جايب لاعبين هادو جايب لاعبين. النقطه الثالثه اللي توصل النقطه اللي ترتيها دابا مع سي طارق هي التجربه الحاليه اللي خصنا نقيموها في اقرب وقت ممكن. انا كان عندي حل، انا كان عندي حل واحد ما بغى يتصمد. الحل هو في انتدابات ديال اللاعبين، انا كنادي تنكون لاعبين من حقي نستافد منهم تا 30 سنه ومن بعد هما يوليو مؤطرين. المشكل اللي غيكون هو في انتدابات السيرات، كلكم كتشكاو من الجانب المادي. الله يخليكم ثلاثه اربعه اللاعبين اللي غندير انتدابات فقط اللي فوتوا هاد 25 ولا 23 سنه. حيت المشكل فين كاين السي حماد؟ المشكل في الهامش. اللاعبين ديال قدز، اللاعبين ديال ميسور، اللاعبين ديال طاطا، اللاعبين ديال هنا فوق من 23 سنه فين غيمشي؟ الا كان في التكوين المهني هنا ولا نجم الشباب ولا عنده فرق في الدار البيضاء اللي يمكن يمشي ليها، ولكن في المغرب العميق هو فين غنمحنوا؟ ما عطيناهمش ملاعب، حسين اذا قلت تحول يمشي يلعب ليا في ورزازات وما عندوش ملعب، وبقينا كنكثروا في الملاعب هنا ونزيدوا ثاني قانون اخر اللي نقبروا فيه واحد العدد ديال اللاعبين. هنا فين كاين المشكل؟ تكافؤ الفرص ما كاينينش. بغينا ان كل شيء يستافد، وهاد اللاعبين راه يمكن نضمن. انا فاش قلت لك قبيله التجربه ديالي قلت لك بان نادي تيكون هو اللاعبين ديالو من حقه يستافد منه فوق من 23 سنه يستافد. ما يمكنش غدا يطلع هو المدرجات، اش غيدير؟ غادي يبدا يعاير فيا حيت انا اللي خرجت ليه في مستقبله. وكاينه هذا العام، كاينه هذا العام مطروحه اللاعبين. تنقول لك انا فريق مثلا فاكدز طلع جاب لاعبين وهذوك اللي كانوا عنده تما راهم جالسين في المدرجات غير في التدريب. اما مازلنا ما وصلناش للمباريات، النهار نوصل للمباريات راه مشكله اخر. ولذلك دابا تنقول لك السي ما نمشي، ما خصناش نخلقوا الفوضى. الا كان مثلا واحد جهه معينه غلطات تاخذ هذا القرار، خصنا هذا القرار ناقشوا بجديه ماشي بالمجامله. ماشي بالمجامله نبدا نقول نشكر في هذا ونشكر يمينا ويسارا لا، خصنا نطرح المشكل. المدرب يطرح الاشكال، الرئيس نفس الشيء، الصحفي نفس الشيء. الا بغينا نمشيو بكره القدم الطريق اللي احنا بغينا. سي حسن وكتبوا الامور يلا حطيه. شحال فرق عندنا ديال الهوات؟ 108 كاينين فرق اللي هما كينتميو اللي هما لي سبور ديال اسمي 108 امام 8 شكايات. لا انا غنقول لك اسمي لا 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 راه كاينين شكايات اخرين باقي كل خطره شكايات تيتقاطروا. غنقول لك واحد القضيه، انا من بين الناس اللي غادي يدرسوا الملفات ولا لا غدا انا كنقول ها هنا والناس يشوفوا فيا غدا يسول فيا شي رئيس عاف اخويا هذاك الملف ديالي اشنو فيه، غدا نفرشك في جهه اخرى ما يعيط عليا حتى شي رئيس. انا غادي ندير الاحصاء ديالي يا حسن، غادي ندير ورقه وسيلو نادي بنادي باش من بعد نشوف شحال من لاعب عندنا تيلعب في الهوات وعنده 26. ندير احصاء، ندير سميتو ونعرضو على الجهات المختصه. بغيتو تلعبوا قل من 23 و 25 شوفوا فين وصلنا عفا خويا، راه ولينا في المعدل ديال الاعمار وصلنا 28 30 سنه، هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا فيه. واللي هو حالة وحده والله لا تسترت عليها، والناس اللي غيكونوا معايا انا تنقول دابا وصلت واحد الوقيته اللي يمكن كنتكلم بحرقه حيت هذا هو الدومين ديالي. بغينا نطوروا هذا الشيء، هذا بغينا السمعه ديال البلاد ديالنا. ما بغيناش الزوار. معنا جوج الاعضاء، معنا جوج الاعضاء هما رؤساء ديال الانديه. الله يجازيك بخير سي المقترض، انت رئيس ديال الدفاع الرجاء الجديدي. ملي نوصل الملف ديالك عفا خويا
الا بغينا فعلا ما يكونش عندنا الحاله ديال التنافي سير خويا، ولكن يوم اللي انساني ما تقول ليش اش نوصل في الملف ديالنا الزميل ديالك، انا معاك في اللجنه والله الا قلتها لي سير خذها من جهه اخرى، وانا كنعرف هذوك الناس داير فيهم الثقه، داير فيهم الثقه التامه. لا حتى هذاك بو هذاك ديال البوجور انا هكا تيبان لي انا هكا تيبان لي يعطيك الصحه. شكرا لك، النداء ديالك والرساله ديالك واضحه. الان وصلنا للمحطه الرابعه والاخيره في هذا اللقاء الحواري اللي خصناه، القضيه اثارت الجدل، الامر يتعلق بتسنين، كي لا نقول هذا الزوير شويه قويه، تسنين اعمار اللاعبين او تسنين اللاعبين في المحطه الاخيره. سنتوقف عند التدابير الممكن اتخاذها من اجل بطوله متكافئه ومن اجل بطوله عنوانها الاخلاق. سي احمد تكلم، عطى واحد المقترح هو ديال الانتدابات، و في نظرك شنو اش خصو يدار باش ما نوصلوش لهذه القضيه؟ اش خصو يدار؟ يدار من 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 الفئات الصغرى، لان ما عمرنا سمعنا شي واحد تشد دابا لا زورتي غا وثيقه كتشد زورة عقد الزيات تلقى راسك في الحبس. هادو اللي كيزوروا في هادشي ديال الكره ما كاينش شي واحد تشد، اللي باع وشرا ما كاينش شي واحد تشد، يعني الحبس ما مديولش للرياضيين. في نظرك اش خصو يكون؟ كاجراءات واول الاجراءات بعد الصارمه بعد اللي شفناها كيف قال سي موحه اللي سبقات طبقات على المسيرين اللي وقعوا في اخطاء او كنقولوا تعمدوا انهم يزوروا او يديروا مسائل اخلاقيه في الكره النسويه، فطبقات عليهم جميع الملكيه المغربيه لكره القدم، كانت صارمه وتتمنى انها تكون صارمه بصرامه سي موحه افرني كيف قال دابا وعلى اعلنها على العموم من خلال القناه ديالكم ومن خلال برنامج الاسبوع الرياضي، انه تيوضح بانه الشفافيه واخا تكون الزمالة واخا تكون الصدقه، الا يعني تيخص حتى راي وحنا شي معروف حتى رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم سي فوزي قطاع معروف عليه بانه ما كي ما كي ما كي كنقول ما كيتساهلش في هذه الامور هذه، تتمنى انه توضع بيد من حديد على كل واحد تضبط انه ما مشاش في هذا المنوال هذا، لانه في اطار تخليق الممارسه وتطوير الممارسه وتكافؤ الفرص تيخص المسير يمشي في هذا التيار هذا، الا ما كانش قادر يمشي في هذا التيار هذا فيعوضوا واحد اخر او يمشي يدير شي حاجه. الدين عندك شي مقترح باش هذا الشيء يتنقص شويه من غير الجانب الطبي؟ راه حتى الجانب الطبي راه خصو يدخل، راه هذه القضيه هذا الملف راه كيهم الجانب الطبي والجانب القانوني. حنا توا ما عارف شنو هما العقوبات اللي كترتب على هذا الزوار؟ حتى واحد ما عارف بان الطب راه عنده الوسائل ديال التسنين، راه يقول لك هذا اللاعب شحال العمر ديالو تقريبي. راه كنتذكر واحد اللاعب ديال الرجاء باش ما نقول سميتو، كان انتقل لستراسبورغ، اللي مشى لستراسبورغ جا واحد الوكاله ديال الاسفار جات عند الرجاء قالوا لهم راه ما مخلصش لينا واحد الطوموبيل كان كيستعملها، راه حط عندنا الباسبور. اللي شافوا الباسبور ديالو قالوا له باش مشى هو؟ راه مشى الباسبور. هو باش مشى احترف، راه قالوا له راه مشى احترف مشى الباسبور، وهذا الباسبور اللي عندك انت كيصاوب. راه ماشي باسبور، ماشي نفس العمر اللي في هذا ماشي في هذا. الا كتذكر المدرب مورينيو راه قال على ايطو ماشي العمر ديالو. ماشي العمر ديالو. طيب رجع معك شنو هما التدابير اللي دابا حنا كنهضروا على التسنين. دابا في فئات صغرى في اوروبا. باش نعطيك واحد الفكره باش ديرها في راسك. 2007 هذا زيد في 2007، هذا مزيود في شهر 1 2007 وهذا مزيود في شهر 12 2007، شحال بين هذا وهذا؟ ماشي هو عام واحد ولكن بيناتهم 12 شهر. فهمتيني؟ هنا فصلوا داروا لو طوماتور اي لو طارماتور. داروا لي سي بروميير موا، شوف هادو الناس ما مشاوش للعام، راه مشاو للسنه. قسموها وقسموها لي سي موا الاولين باش ما هذاك ما بين هذا وهذا تقدر تكون حتى 15 سنتيمتر. يعني يقدر يطلع معاه براس ولا سيرتو لي مينيم. داروا لهم تقسيم، يعني الناس غادا كتخدم في لو ديتاي دو ديتاي، غادا غادا الاشياء اللي هي حسات بها بانها غادي تمس لاعب اخر في الصحه ديالو في هذاك الشيء ديالو. حنا ملي كنهضروا سينيور دابا ما عندناش اشكال. الاشكال اللي عندنا هو اننا حنايا واش حنا عندنا الناس اللي هما قيمين المسيرين. انا شوف يديروا لاج ما يديروش، يديروا هادشي اللي قالوا سي موحى يديروا اللي بغاو. حتى حنا كنهضروا سينيور 23 عام تقدر تلعب مع 30 عام.
ما عنديش خصو يلعب حيت حنا باقيين بديك الفكره ديال اننا حنا 21 22 باقي شاب ما بقاش شاب خصو يكون اهل انه يقارع لاعبين في واحد ولكن واش حنايا باش اش قلت لك انا واش حنا موجدين هذا اللاعب انه يقارع هذا السن وهاد الحرفه ديال 30 سنه ولا 28 سنه من البديل ديالي انا في هذا الشيء نقدر نمشي مع فكره واحده مع الفكره اللي دايرين هما ولكن بالمقومات ديالها والفكره اللي طرح السي محق ماشي عجبتني انا معها لان ما يمكنش انك تاهل وتوجد لعاب وتفورميه وتلوحوا للزنقه هذا سي عبد الحق رزق الله رئيس وداديه المدربين المغاربه قال واحد اللقاء بان الحل ديال هذه المعضله هو تكوين هذوك اللاعبين اللي فاتوا هذاك لاج وتفتح لهم الباب بشي ثمن رمزي انهم يديروا شواهد ديال التدريب للفئات الصغرى الفئات السنيه في المدارس على اعتبار ان مجموعه من الجمعيات ولات كتبنى دابا كدير ما يسمى باكاديميات وكيشرف عليها الناس اللي ما لعبوش الكره هذا مقترح يعني يمكن يتناقش ولكن ربما السي ماندوزا مع احتراماتي ليه ما عطيش اهميه بزاف للهواد اللي ما يحصلوا في الهواد يمكن في الدوري الاحترافي الاول والثاني راه الدومين ديالو هذا ولكن ما يحصل في الهواد راه كبير على السي ماندوزا وغير السي ماندوزا انا تنقولها ليه خصنا اولا بعد ما يحصل الان للاطر التقنيه عنده الترتيب ديال راه انا ما عندي مشكل انا تنقول لك شحال من مدرب كيشتغل وحتى القانون اللي جا دابا اللي هو تطبق في الدوري الاحترافي الاول والثاني وتطبق على الهواد تيبان لي انا ما خصوش يطبق على الهواد ما خصوش يطبق انا تنقول لك غير نرجع للنقطه ديال الزوير انا تنقول راه اللجنه القضائيه اللي كاينه في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم غادير خدمتها ولكن خص الجهات الاخرين اللي خارجين على كره القدم لما يتعلق الامر بالزوير راه خص القضاء يدخل هنا بغينا سيدي حنا نتخلصوا من هاد الناس اللي تيزوروا يمشيو يعطيو اتساع لكره القدم ويبعدوا ايضا على السماسريه راه حتى السماسريه راه ما تنتكلمش على وكلاء اللاعبين وكيل معترف به من طرف الاتحاد الدولي والجامعه مقبول السماسريه اخرى لان الطريقه ديال الزوير فين كاين راه في العقود ديال اللاعبين السنه الماضيه ما كنتيش كدير ولا عقد واحد اللعاب فبين عشرين وضحاها جيتي لي هذا العام عندك 18 العقود والمشكل في التاريخين كاين طالع من القسم الشرفي وعندك العقد ديال اللاعب فاجر 3000 درهم وفي السنين والله واخا يكون عندك مستشير يعني ما نعرفاش ولا مستشارين ما يمكنش توفر هاد السيوله الماديه لهاد اللاعبين هذا في ثاني في واحد الجامعه تتبان لك النيه ديال الزوار مسبقا انت كتلعب في مدينه معينه ومشي درتي عقد في واحد الجهه اخرى انا بغيت هذاك السيد حتى هو حتى هو باش قلت لك لان الجامعه ما غاديش تستدعي هذاك السيد لا السلطات بغينا السلطات تدخل ياك لما كيخرج واحد المقال ولا كيخرج في اذاعه ولا في قناه كتدخل السلطات بغينا تدخل واخا موحى باش نختموا كاين شي طرائف الزويره الزويره ماشي دائما في هذا الحزن وفي هذا كاين شي طرائف كيوقعوا في الزويره والله لهما كثار شي طرائف والله لهما كثار خصوصا في الاقسام الشرفيه والاقسام ديال الهواد داك الشيء كثير انما غير واحد الطريفه واحد العام اول حلقه ديال برنامج هواد اللي كانت تديروا القناه الرياضيه اول حلقه مباراه ديال شباب قسم التدلون جد المدينه ومدرب داخل مستودعات الملابس احييه كيف ما كان الحال تنحييه فقال اللاعبين واش جبتوا البطايق الوطنيه لان باقي اول مباراه خصك تلعب بالبطاقه الوطنيه وملي تتكون الكاميرا تتولي بعض المرات شي مصطلحات غلاظ واحد المره ثاني ديك اللوحه الاشاء ديال سميتو فقال لي ما عندك البطاقه قال لي ما عنديش ويدي انت ما مستعدش باش غتلعب فإذا بي بلي أنا خرج قبل من 20 دقيقة نهاية المباراة هذاك اللعاب وبان في التلفازة
بانه ما عندوش البطاقه، ما عنده لا والو، والقانون تيقول لك بانه باش تلعب خصك البطاقه الوطنيه بالنسبه للمغاربه، وبالنسبه للاجانب عنده بطاقه الاقامه او جواز السفر. فاذا به هو لعب المباراه، شوف شوف سميتو فين غادي نوصلوا. تصور معايا هذا اللاعب مات في الملعب، مات في الملعب وداخل دارت كونفرونتاسيون بلعب، جينا حيدنا ليه القميص درنا واحد اخر. فاذا به في المباراه ديال الايام، نفس المباراه تلعبات هنا في الدار البيضاء، دقيقه يمكن وقت بدل ضائع، فريق المحلي رابح بواحد الصفر، المدرب دار تغيير. لاش تغيير؟ هذاك المدرب ميت ولا تبدل؟ باقي هو هذاك المدرب دار، بغى يدير تغيير، نادى على لعاب طويل القامه، ضربه خطا مباشره الفريق ديال شباب قصب التادلات، تنفذات هذاك اللعاب اللي دخل قصاب راسو تسجل عليه الهدف. شوف علاش دخلتي تحافظ على النتيجه، باذا به هو كيجيب تتعاقب تتعاقب. راه كاين طرائف هي كثيره، ولكن الان الاعلام كاين التوام، والاعلام راه تيلعب الدور ديالو. راه واحد الوقيته راه العالم ديال الهوات راه حتى واحد ما سيق لي خبر واش كاين ولا ما كاينش. فين انت؟ ما كاين دابا الحمد لله، دابا تناقشوا وتناقشوا بحريه. شكرا لك محا، الحديث معكم شيق ولكن الوقت يداهمنا والموضوع كان يستحق اكثر من جلسه. كنشكرك على تكبد عناء السفر من بني ملال الى الدار البيضاء للاسهام في انجاح هذه الحلقه. مرحبا بك مره اخرى بلاصه. شكرا سي حسان، موعدنا شي لقاء ان شاء الله، انما يوم الثلاثاء القادم الثلاثاء الاربعاء الخميس يمكن النتائج ديال هادشي يبان ان شاء الله. شكرا لك سي احمد السليلي الاطار الوطني، ونتمنوا لك التوفيق في تجربه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، سعيد بتواجدي معك سي حسان، سعيد بتواجدي معك سي محافرني، سعيد بتواجدي معك سي فخر الدين. سعيد ايضا خفيف الظل على المشاهدين الكرام. سعيد ايضا باستقبال سي فخر الدين لاول مره بلاطو تيل ماروك، نتمنوا نشوفك معنا مره اخرى ان شاء الله. وانت نتمنوك نشوفك في سباته، تجي تفرج فينا ان شاء الله وتدعمنا ان شاء الله. سباته راه الدرب وراه دربكم هذاك، حنا ما نقدروش حنا راه ضياف. وبلا كنوصلوا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم الاسبوع الرياضي، نتلاقى معكم في حلقه قادمه مع ضيوف اخرين ومواضيع اخرى. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، إلى اللقاء.